الشخير بعد من لا مؤاخذة هلوز، محدش بيبقى متحكم في حاجة زي دي. الموضوع مش خطر قوي، ولكن في بعض الناس بيبقى عندهم احراج شوية من الحتة دي، لان دي حاجة احنا مش بنتحكم فيها ومنحسش بيها. الاسباب الاساسية ليها: الارهاق، النوم في وضع غير مريح، بتنام دايما وانت فاتح بقك. رابع واهم حاجة: زيادة الدهون في الجسم، وخصوصا حوالين الحتة دي، او مشاكل في الصدر. والموضوع ده عند الرجالة اكتر ما هو عند الستات. والمشكلة مش هنا خالص، الموضوع مع الوقت والتدريبات بيتحل. بتبقى قاعد في بيتك، الفضيحة مش بتبقى على العلن. المشكلة بقى في النوع التاني. تخيلي معايا انتي قاعدة في ديت وقاعدين بتضحكوا وبتهزروا وانتي مسخسخة، وهب تقومي سحبة سحبة ترن في قلب المكان. حصلت معايا مرة. فالحل بسيط: لما تبقي مسخسخة مش قادرة تمسكي نفسك، حطي ايدك على بقك وحاولي ان انتي تاخدي النفس من مناخيرك. عارفة ان هو احيانا بيبقى صعب، بس تحاولي تاخدي النفس من منطقة واحدة، يعني سواء قافلة بقك او قافلة مناخيرك، هيبقى في تحكم سيكا، وبالتالي هتمنعي الجريمة دي من انها تحصل، وتحافظي على ماء وجهك. اما بقى بالنسبه للشخير عن عمد اللي هي ليها لفظ تاني، يعني اللي فهمته ان انت عايز تعترض بس عايز تكبر دماغك، بس لازم تعترض، فتقوم عامل الصوت ده. والبدايه كانت من ايام الرومان، الامراء لما يجوا يعترضوا على الملك اللي كان اسمه هيراكل، يقوموا هوبا ساحبين مره واحده، وبعدها قامت حرب كلهم ماتوا، وفضلت عايشه. وبعدها في العصر الفاطمي جت كلمه انا حقا اعترض، فالعصر الفاطمي ما حبش ان في حد يعترض، فبقت عيب، بقت الاثنين دول عيب يعني. بس كده بلاش قله ادب.